بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هنكمل إن شاء الله مع بعض منهج الرياضيات للصف الأول الثانوي، المنهج المصري، الفصل الدراسي الأول. معاكم ناصر سالم. احنا شغالين في الوحدة الأولى اللي هي وحدة الجبر والعلاقات والدوال. أخذنا الدرس الخامس، والنهاردة إن شاء الله نحل تمارين على الدرس الخامس. وزي ما بذكر دايما في حل التمارين وفي حل المسائل أثناء شرح الدرس، أي مسألة سواء وأنا بشرح الدرس أو وأنا بحل التمارين بتتفرج عليها تشوف الحل وتفهم الحل، وبعد كده توقف الفيديو ولازم تحل المسألة بإيدك. لازم أكتبها لك أنا بخط عريض اهوت، لازم تحل المسائل بإيدك. مفيش حاجة اسمه فهم نظري، الكلام ده خطأ 100%، والاخر مش هتستفيد اي حاجة. كلمة ان انا فاهم، ايوه ما انت هتبقى فاهم، انا بشرح وانت معايا فاهم الجمع والطرح والضرب والاسم، فهتبقى فاهم. انما لما تيجي تطبق بإيدك مش هتعرف تطبق، صدقني مش هتعرف تطبق الا لو تعودت على انك تحل المسائل بإيدك. واضح معايا كده؟ نبدأ كده على بركة الله. بيقول لي اكمل ما ياتي: الدالة دال حيث دال سين تساوي سالب 5. دال سين تساوي سالب 5، يعني دال سين اقل من الصفر، يبقى اشارتها ايه؟ اشارتها سالبة في الفترة ح. ماشي، يبقى فترة جميع الاعداد الحقيقية، او ممكن تقول له سين تنتمي لح، دي صح ودي صح مش هتفرق. الدالة دال حيث دال سين يساوي سين تربيع، هنا سين تربيع زائد الواحد لا يمكن تكون سالبة لأي قيمة لسين. حط أي قيمة تتخيلها لسين، سواء سالبة أو موجبة أو كسرة أو أي حاجة، لا يمكن تطلع القيمة دال سين إيه سالبة، فدال سين هتبقى موجبة دائما لكل سين تنتمي لإيه؟ لكل سين تنتمي إلى الح. الدالة دال حيث دال سين يساوي سين تربيع ناقص 6 سين زائد 9. عشان اشوفها دي يبقى لازم اجيب المميز، المميز اللي هو ب تربيع ناقص 4 ألف جيم هيساوي ب تربيع ب 36 ناقص 4 في 1 في 9، يعني هيديني 36 ناقص 36 تساوي 0. يبقى انا هنا عندي جذراني حقيقيان متساويان، مش مختلفان، متساويان. متساويان يعني هو في الحقيقة جذر واحد مكرر، جذر واحد مكرر. وقلنا في حالة الجذر الواحد المكرر بتبقى إشارة الدالة نفس إشارة معامل السين تربيع، يبقى نفس إشارة معامل الايه؟ معامل السين تربيع، يعني الإشارة هتكون ايه؟ هتكون موجبة، الإشارة هتكون موجبة. واضح كده؟ الإشارة هتكون موجبة. طب فين هو الجذر أساسا؟ يبقى لازم أجيب الجذر، خلينا نجيب الجذر. يبقى لازم في ايه؟ لما يطلع لي المميز يساوي صفر او اكبر من الصفر لازم اجيب الايه؟ لازم اجيب الجذور. يبقى انا عندي سين تربيع ناقص 6 سين زائد 9 تساوي صفر. ممكن احلل وممكن اخد ايه؟ السين ناقص 3 الكل تربيع، ده مربع كامل يساوي صفر، يعني السين هيساوي كام؟ السين هيساوي 3 مكرر. طيب بحط الثلاثه، ادي الثلاثه عندي اهي، دي اللي هي عندها الداله بتساوي الصفر. قلنا مثل إشارة معامل السين تربيع، مثل إشارة معامل السين تربيع. طيب موجبة بقى فين في الفترة؟ يبقى احنا قلنا موجبة في الفترة انهي بقى؟ ممكن تقول له الحاء ناقص التلاتة، ممكن تقول له الحاء ناقص التلاتة كده في مجموعة، ممكن تقول له الحاء ما عدا السين تساوي تلاتة، يعني ممكن تقول له برضه هنا دي ممكن اقول حاء ما عدا سين تساوي تلاتة، أو ممكن تقول له حاء والسين لا تساوي 3، ديت صح ودي صح وديت الصح، انا بفضل هذه الصورة. طيب نمسح. بيقول الدالة دال حيث دال سين يساوي سين ناقص 2، يجيب اصفار الدال، يبقى سين ناقص 2 تساوي 0، يبقى السين يساوي الاثنين. يبقى انا عندي ادي الجذر 2 اللي عندها الدالة بتساوي الصفر على يمين،
الدالة مثل إشارة معامل السين، يعني هنا هيبقى موجب وهنا هيكون إيه؟ هيكون سالب. هو بيقول لي موجب، يبقى موجب في الفترة من 2 وما لا نهاية، أدي من الاتنين وما لا نهاية ماشية كده، يبقى 2 وما لا نهاية. دايما في الفترات ببدأ الكتابة بالعدد الصغير. 3 ناقص س، يبقى 3 ناقص س تساوي 0، يعني الس تساوي 3. يبقى ادي عندي الس تساوي 3، عندي الدالة بتساوي الصفر. هنا نفس إشارة السين، نفس إشارة السين، إشارة معامل السين، يبقى هنا سالب وهنا هيكون ايه؟ هيكون موجب. يبقى السالبة عند التلاتة أيضا، يبقى عند التلاتة وما لا نهاية مفتوحة من الجنبين، نمسح. طيب هنا ده هيبقى س تربيع من غير ما تحلل، الس تربيع هتبقى سالب س تربيع، يعني إشارة معامل الس تربيع بالسالب. طيب عايز أجيب أنا الجذور، يبقى أنا كأني هقسم على السالب، يبقى س ناقص الواحد في س زائد الاتنين تساوي صفر، لما قسمت على السالب خلاص، يبقى إما الس تساوي واحد أو الس هتساوي سالب الاتنين. أدي الجذرين عندي اهيت، أدي سالب 2 وادي الواحد، عند الدالة هنا صفر وعند الدالة هنا. بين الجذرين عكس الإشارة لمعامل السين تربيع، يعني بين الجذرين هيكون موجب وخارج الجذرين بيبقى العكس. وقلنا ممكن اخد اي نقطة هنا وابدأ اعوض في الدالة واشوف هتطلع سالب ولا موجب، لو سالب هيبقى الإشارة سالب، لو موجب هيبقى الإشارة موجب. طب هنا بيقول لي بقى موجبة، فين الموجبة؟ الموجبة بين الجذرين، يبقى بين الجذرين سالب 2 وواحد مفتوح. طب قلت لي ليه ما خدتش الفترة مغلقة؟ لأن مغلقة معناته السالب 2 والواحد معايا في الموجب، إنما هم مش موجب، ده هم عندهم الدالة قيمتها إيه؟ قيمتها تساوي الصفر. طب هنا ما جبتش المميز ليه؟ ما هو محلل اهو مباشرة، مش محتاج المميز، يبقى هو محلل معناته ايه؟ معناته ان عندي جذرين مختلفان، جذران حقيقيان مختلفان. طيب المسألة الأخيرة اللي هي الدالة د، حيث د س تساوي س تربيع، يبقى بجيب الايه؟ هجيب المميز يساوي ب تربيع ناقص 4 أ ج، هيساوي ال 16 ناقص 4 في 1 في سالب 5. خلاص يعني هيديني 16 و20، يعني 36 اكبر من الصفر، يبقى انا عندي ايه؟ عندي جذران حقيقيان مختلفان. عشان اجيب الجذور نفسها، معلش ناخد القلم الاسود، انا بفضل القلم الاسود بيبقى افضل في العين. يبقى انا عندي ايه؟ نحلل، خلينا نحلل بقى بسرعه لانه ده اختياري. يبقى ادي السين وسين 5 1، هنا هيبقى زائد وهنا هيبقى ناقص، يبقى السين تساوي 1 او السين هتساوي سالب 5. يبقى ادي السالب 5 وادي الواحد اللي عندها الداله بتساوي صفر. داخل او بين الجذرين يبقى عكس اشاره معامل السين تربيع، يعني هنا هيبقى سالب وفي الخارج هيكون ايه؟ وفي الخارج هيكون موجب. هو بيقول لي امتى الفتره بتبقى سالبه؟ نفس الايه؟ نفس المثال السؤال اللي فات، هيبقى سالبه عند الفتره سالب 5 والواحد، سالب 5 والواحد. والشكل المرسوم يمثل دالة من الدرجة الأولى في س، امتى الدالة تكون موجبة في الفترة؟ يبقى أنا باخد الايه؟ عند الصفر اللي هو نقطة تقاطع المنحنى مع محور السينات اللي هو عندها 2، يبقى على اليمين الاتنين هيبقى الدالة موجبة، على يسار الاتنين الدالة هتبقى سالبة. الدالة موجبة على يمين الاتنين، يعني من 2، الاتنين طبعا مش معانا لأن عندها الدالة بصفر، يبقى 2 وما لا نهاية سالبة، هيبقى سالب ما لا نهاية والاتنين ومفتوحة من الجهتين. هنا الشكل المرسوم يمثل دالة من الدرجة الثانية، دال س تساوي صفر، يبقى دال س عندما س تنتمي للمجموعة 3 وسالب 1، المجموعة يعني اللي هم العنصرين دول فقط. دال س أكبر من الصفر، أكبر من الصفر يعني فوق. يعني إيه فوق؟ يعني كل من اللي على يمين التلاتة واللي على يسار السالب 1 كله ده موجب. طب اكتبهم ازاي؟ ممكن اكتب اقول 3 وما لا نهايه واتحاد السالب ما لا نهايه وايه وسالب 1، او ممكن نكتبها بصوره افضل، يبقى ح ناقص الايه؟ ناقص الفتره المغلقه سالب 2 وكام؟
سالب واحد والتلاتة، سالب واحد والتلاتة. طيب أقل من الصفر، أقل من الصفر يعني داخل الفترة بقى، داخل الايه؟ داخل الفترة نفسها، يبقى الفترة المغلقة سالب واحد والتلاتة، سالب واحد والتلاتة مفتوحة من الجهتين. واضحة ديت؟ مهم أوي أوي إن أنت بتبقى عارف إن أنت إزاي تحدد الفترات. في التمارين من ألف إلى نون عين إشارة كل من الدوال، يبقى دي إشارة إيه؟ الإشارة موجبة. ديت إيه؟ خط مستقيم بيقطع محور بيقطع محور بيقطع المستوى عند النقطة بتساوي صفر، تبقى بهذه الصورة أو بهذه الصورة لأنها سالبة معايا، فالسالبة هتبقى موجبة فين؟ بعد التلاتة. خلاص يبقى نقدر نخليها إيه؟ يبقى سالب تلاتة سين تساوي صفر، يعني السين هتساوي صفر، أدي الصفر أهوت اللي عندها الدالة بتساوي صفر، على يمينها نفس إشارة السين، يبقى هنا دي سالب والتانية هتبقى في العكس. خلاص يبقى هو بيقول لي عين إشارتها بقى، الإشارة بتاعتها، يبقى أنا هقدر أقول له إن الإشارة دال سين أكبر من الصفر في الفترة لما سين تنتمي للفترة إيه؟ للفترة سالب ما لا نهاية وصفر ومفتوحة. وهنا دال سين هتبقى أقل من الصفر لما السين تنتمي للفترة اللي هي من صفر وما لا نهاية مفتوحة من الجهتين. معايا؟ ودال سين هتساوي صفر، دال سين هتساوي صفر لما السين هتساوي ايه؟ لما السين هتساوي الصفر. واضحة؟ طيب يبقى احنا خدنا كده ايه؟ دالة على الدوال الخطية، الدوال الخطية يعني زي ديت وزي وزي ديت وزي ديت برضو وزي ديت. ناخد دالة خطية كمان مثلا 2 سين، يبقى 2 سين زائد 4 حطها بصفر، يعني السين هيساوي سالب 2، سالب 2 يبقى ادي السالب 2 اللي عندها الدالة بصفر، على اليمين نفس إشارة معامل السين، يعني هنا هيبقى موجب وهنا هيبقى ايه؟ هيبقى سالب. يبقى الدالة دي هتبقى اشارتها ممكن نكتبها كده، دال سين تساوي صفر لما السين يساوي سالب 2، دال سين اكبر من الصفر لما السين تنتمي للفترة من سالب 2 وما لا نهاية مفتوحة، دال سين هتبقى اقل من الصفر لما سين تنتمي لسالب ما لا نهاية وسالب 2 مفتوحة من الجهتين. واضحة كده الدوال الخطية؟ طيب ناخد دوال أو دالة تربيعية. طيب ناخد دالة تربيعية، دالة تربيعية يعني السين تربيعة تساوي صفر، يعني هنا السين هتساوي إيه؟ السين هتساوي الصفر، يبقى أنا عندي جذران متساويان، جذران متساويان يعني إيه؟ إشارة السين أو إشارة الدال سين هتكون نفس إشارة معامل السين تربيع، إشارة معامل السين تربيع موجبة، فالدالة دي هتبقى موجبة لكل ايه؟ لكل سين تنتمي لح ما عدا عند الايه؟ ما عدا عند الصفر. دايما اللي فيها جذران حقيقيان متساويان يبقى ح ناقص الجذر، يبقى دايما موجبة او سالبة حسب حسب ح ناقص الايه؟ ناقص الجذر اللي موجود عندي. دي نفس الفكرة نفسها بالظبط، دي هتبقى ايه؟ موجبة، لان اشارة السين معامل السين تربيع موجبة، يبقى اشارة هتبقى الدالة موجبة لكل ح ناقص الايه؟ ناقص الصفر. سين تربيع ناقص 4 يبقى سين تربيع ناقص 4 تساوي صفر، سين تربيع يساوي زائد او ناقص الاثنين، ادي ناقص الاثنين وادي زائد الاثنين اللي عندهم الدالة اصفار، دول جذران حقيقيان مختلفان، معامل السين تربيع يبقى هنا العكس، يبقى هنا سالب وبره هيكون ايه؟ وبره هيكون موجب. يبقى هتقول له الدالة دال سين تساوي صفر عند المجموعة 2 وسالب 2، دال سين اكبر من الصفر عندما سين تنتمي للفترة 2 وما لا نهاية مفتوحة، دال سين هتبقى اقل من الصفر على الفترة المفتوحة سالب 2 و2، دال سين معلش بتبقى دال سين هتكون اكبر من الصفر يعني موجبة لما سين تنتمي للفترة ح ناقص الفترة المغلقة سالب 2 و2، دايما مغلقة
دايما مغلقة اللي هي داخلية ديت، داخليا موجبة، يبقى كله ما عدا من بداية الاتنين لحد السالب اتنين. د س هتكون أقل من الصفر لما السين تنتمي للفترة سالب اتنين و ال اتنين، د س تساوي صفر عند س تنتمي للمجموعة سالب اتنين واتنين. معلش أنا سريع فيها لأن حاجات احنا حلينا عليها كتير جدا جدا، ما تسيبش الصفحة ديت فيها ولا مسألة. أنا حليت أغلب المسائل، لازم تحل هذه الصفحة بالكامل، حل هذه الصفحة كاملة. لو حليتها كاملة يبقى الدرس بالنسبة لك كده خلصان. ناخد مثال كمان، بيقول لي ارسم المنحنى. خلاص أنا مش هرسم، أنا حل جبري مباشرة. ده س س تربيع ناقص 9 في الفترة سالب 3 و4 من الرسم عين ده، بس هنا بيقول لي من الرسم، يبقى هنا إجباري إن أنا أرسم، يبقى هنا إجباري إن أنا إيه؟ إن أنا أرسم. يبقى أنا هاخد الجدول، طبعا ممكن تحل باستخدام الآلة الحاسبة على طول. د س هنا عاطيني الفترة ايه؟ 4، يبقى 4 3 2 1 0 سالب 1 سالب 2 سالب 3. لما س بصفر يعني هيديني ايه؟ سالب 9. س بواحد يعني هيديني سالب 8. س باتنين يعني هيديني سالب 5. س بتلاتة هيديني الصفر. س بأربعة 16 ناقص 9 يعني ايه؟ يعني 7. س بسالب 1 يعني هيديني، هيكرر تاني اللي هي الواحد اللي هي سالب 8. س بسالب 2 يعني هيديني سالب 5. س بسالب 3 يعني هيديني ايه؟ هيديني الصفر. خلاص نرسم بقى، ادي 1 2 3 4 ادي 5، سالب 1 سالب 2 سالب 3 سالب 4، دي سالب 1 سالب 2 سالب 3 سالب 4 سالب 5، 1 2 3 4 ادي 5. طيب الصفر ب9 بسالب 9، دي صفر بسالب 9، نخليها نعتبر هنا دي سالب 9 يعني. خلاص يبقى دي سالب 9. الواحد بسالب 8، ادي الواحد بسالب 8 قبليها هي. الاتنين بسالب 5، ادي الاتنين بسالب 5. التلاتة بصفر، ادي التلاتة بصفر. الاربعة ب7، ادي الاربعة نعتبر ب7 هنا. ماشي، خلينا ناخد ايه لون تاني. طيب السالب واحد ب8، ادي السالب واحد بسالب 8، معلش ادي سالب واحد بسالب 8 هنا. سالب اتنين بسالب 5، ادي سالب اتنين بسالب 5. السالب 3 بايه؟ بصفر. السالب 4 مثلا نقول قصاد ديت بالظبط هنا كده. طيب نوصل بقى، ادي الرسمه هنا جميله جدا جدا جدا. انا قال لي يهمني ايه؟ السالب 3 وال3، ادي السالب 3 وال3. من خلال الرسم حتى نقدر ايه؟ نقدر نشوف الدنيا من خلال الرسم. بين الجذرين سالب ولا موجب؟ بين الجذرين سالب، وخارج الجذرين لازم يبقى ايه؟ لازم يبقى موجب. يبقى هتقول له الدالة د س أكبر من الصفر لما السين تنتمي للفترة ح ناقص الفترة اللي بين الجذرين اللي هي سالب 3 و3 مغلقة. مغلقة يبقى ح كل حاجة ما عدا الجزئين دول. طيب د س هتساوي الصفر لما السين تنتمي للجذرين، لمجموعة الجذرين سالب 3 والتلاتة. د س هتبقى أقل من الصفر داخل الفترة، داخل الفترة يعني لما السين تنتمي للسالب 3 و3 مفتوحة من خلال الرسم حتى. هو واضحة كده؟ ارسم منحنى ديت، هسيبها لك بقى تمرين ديت. بيقول اكتشف الخطأ، إذا كان د س يساوي س زائد 1 وله س يساوي 1 ناقص س تربيع، فعين الفترة التي تكون فيها الدالتان موجبتان معا. هنا عشان أجيب الدالة الموجبة هنا، خلينا نحل الأول وبعدين نشوف حل مين اللي صح. طيب يبقى أنا عندي س زائد 1 تساوي صفر، يعني س هتساوي سالب 1، آدي السالب 1.
على اليمين نفس إشارة السين يبقى هنا في موجب والناحية التانية هيبقى سالب. طيب الناحية الدالة التانية اللي هي يبقى واحد ناقص السين تربيع تساوي صفر، يعني السين تربيع تساوي واحد، يعني السين هيساوي زائد أو ناقص الواحد. آدي الناقص واحد وآدي الواحد اللي عندها الدالة، جذران حقيقيان داخل الجذرين عكس الإشارة، يعني هنا هيبقى موجب وهنا هيبقى إيه؟ هيبقى سالب. هو بيقول لي عين الدال موجبتين معا، يبقى موجبتين في إيه؟ في الفترة سالب واحد وواحد. خلينا نرسم خط الأعداد، آدي خط الأعداد هون، آدي سالب واحد وآدي الواحد معايا، يبقى هنا مفتوحة وهنا مفتوحة وبيناتهم دي الموجبة. طيب هنا موجبة من سالب واحد إلى ما لا نهاية، الفترة المفتوحة سالب واحد وما لا نهاية، مفتوحة من الجهتين، يبقى هنا مفتوحة وماشية كده لحد ما لا نهاية معا، يعني التقاطع بتاعهم تقاطع، بيتقاطعوا فين؟ بيتقاطعوا في الفترة الصغيرة دي، يعني الفترة مفتوحة من هنا ومفتوحة من هنا معايا كده، مفتوحة من هنا ومفتوحة من هنا أيضا، هيبقى سالب واحد وإيه؟ هيبقى سالب واحد وواحد مفتوحة من الجهتين. خلينا بقى نشوف الحل اللي قاله، يبقى س تساوي سالب واحد تجعل د س تساوي صفر، يبقى د س موجبة في الفترة سالب واحد وما لا نهاية اللي احنا قلنا عليها دي، والفترة التانية س زائد واحد اللي هي زائد واحد وناقص واحد تجعل ر س موجبة في الفترة سالب واحد وواحد اللي احنا قلنا عليها، تمام جدا تمام جدا. تقاطعهم بقى يبقى سالب واحد وما لا نهاية، لا انا ما بجيبش التقاطع، انا ما بجيبش الاتحاد قصدي، ما الاتحاد مش معا، الاتحاد هو مع كلمه معا، كلمه معا يعني ايه؟ يعني التقاطع، يبقى ده الخطا هنا فقط، يبقى انا ما بستخدمش الاتحاد، انا بستخدم التقاطع. حل اميره هو الصحيح لانها استخدمت الايه؟ استخدمت التقاطع 100%. خلاص يبقى احنا كده انهينا الدرس الخامس بفضل الله سبحانه وتعالى، اسال الله عز وجل لكم التوفيق، ان شاء الله اشوفكم في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.